مساء الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال، مساء الخير عليكم والجمال، وحلقة جديدة وبرنامج أستاذ في الطب. احنا بصراحة في أوقات كتير بنروح للدكتور وبيكون معانا تحاليل، فالدكتور يقول لنا معلش عيدوها تاني وتعالوا لي. في الحالة دي بيكون مكلف وتضييع للوقت وبيكون تضييع للمجهود، وبنكون مضطرين ان احنا نعيدها. فان شاء الله النهاردة بإذن الله هتكون في ضيافتنا الدكتورة مي شريف، أستاذ مساعد تحاليل طبية كلية الطب القصر العيني. اهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا حضرتك منوره ولا اهلا وسهلا. دلوقتي انا عايزه اسال حضرتك في البدايه، ازاي اقدر اختار المعمل اللي اروح له، او ازاي ان المعمل ده اقدر اميز بين معمل وواحد تاني من حيث الجوده؟ مش اي معمل يكون قريب من بيتي اروحه طبعا، فحابه اعرف من حضرتك، حضرتك تنورينا وتفيدينا ان شاء الله. هو في الاول بس انا عايزه اقول ان يعني كل معامل مصر بترجو الخدمه الطبيه العظيمه جدا، لان انت زي ما حضرتك عارفه احنا جامعاتنا كلها عريقه وبتخرج دكاتره التحاليل على اعلى مستوى. يعني انا سافرت بره وشفت ان فعلا دكاتره مصر من احسن الاطباء، وكله بيرجو النتائج انها تكون صحيحه 100%. بس في شويه نقط هنقولها، ان ممكن المريض قبل ما يروح يعمل التحليل يبقى عليه شويه هوم ورك، يعني واجب يتاكد من وجود بعض العوامل اللي هتاكد له اكتر ان المعمل ده موثوق فيه وهيطلع نتائج سليمه. بس قبل برضو ما اقول هذه العوامل، انا عايزه اقول ان العيان اللي عمل تحليل في مكان وبعدين خد علاج او عمل جراحه او عمل اي زي ما بيقولوا انترفنشن، لما يجي يتابع نفس التحليل لازم يتابعه في نفس المعمل. في نفس المعمل لان ممكن نفس التحليل يتعمل بكذا طريقه، والطرق دي ممكن يكون ليها مدى طبيعي مختلف. فانا لما اقارن وانا عامله نفس التحليل في معامل مختلفه، احتمال انها بتكون بتعمل بطريقه مختلفه، ده هيدي نتيجه مختلفه. مش عشان المعمل غلطان، لا، علشان هم مش بيشتغلوا بنفس الطريقه. فالمتابعه لازم تكون في نفس المعمل، دي اول حاجه اقولها قبل ما نقول العوامل اللي هنقيم بيها المعمل. قصد حضرتك ان هو بيكون في اختلاف في طريقه المعمل نفسه في التحليل، في ظهور التحليل. لكن ده صح وده صح. تمام. فلما انا هتابع نفس التحليل لازم نفس المعمل، بعد علاج او عمليه او اي حاجه عملها لازم تمام. في نفس المعمل. تمام. ايه بقى الهوم ورك اللي عليا؟ تمام. ان انا اشوف المعمل ده لو حاصل على شهادات جوده اكيد هيبقى ادق. طب شهادات الجوده دي يعني ايه؟ ما هي كلمه بنقولها على طول، الجوده الجوده. تمام. لا، شهادات الجوده يعني المعمل في جهه اخرى بتراقب عليه، يعني مراقب. تمام. الجوده دي فيها حاجات داخليه، يعني انا كل يوم بدخل عينات معلومه واشوف الجهاز او الطريقه اللي انا بشتغل بيها دخل لي هذا الرقم، طلع لي النتيجه اللي انا عارفاها ولا لا، ودي تمام. بتبقى معلومه بالنسبه لي. تمام. والجهه دي بتيجي تراقب ان انا بعمل هذه العينات كل يوم او زي ما التحليل مطلوب. تمام. طيب، في كمان بيقولوا external quality control، ودي حتى بتبقى international، دي بتبقى خارجية وبتبقى في بلاد أخرى بتراقب عليا، دي بتبعت لي عينات غير معلومة خالص بالنسبة لي، وأنا بدخلها على أجهزتي أو بشتغلها بالطريقة اللي أنا بشتغلها بيها لو هي مش محتاجة أجهزة، وببعت لهم الأرقام اللي أنا طلعتها. الأرقام دي أنا مش عارفة هي صح ولا غلط. تمام. أنا بقى كمريض ما اعرفش التفاصيل دي، لكن اعرف ان انا اشوف ايه في بالظبط. يعني انا بس هكمل الجمله الاخيره بتاعت الاكسترنال دي، هو بقى بيشوف نتائجي وبياكد لي ان انا مظبوط ماشيه صح. تمام. فانا هقول لحضرتك بقى ازاي المريض يتاكد بقى ان الشهادات دي معموله وان تمام. كل ده مظبوط. تمام. هو اول ما هيدخل هيلاقي اولا تراخيص وزاره الصحه لازم تكون موجوده، بعديها شهادات الجوده، بعديها شهادات الاطباء الموجودين. طبعا لازم هيكون اخصائي طبعا. والافضل يكون معاه دكتوراه، والافضل انه يكون كمان ستاف جامعه، او لانه بيتعرض لكميه رهيبه من العيانين والخبرات المتراكمه، بيروح طبعا. مؤتمرات، فده بيكون افضل كتير في متابعه التحاليل. هو برضو داخل المعمل هيشوف سير العمل، هيشوف نظافه المكان، هيشوف هو بيستحب له التحاليل ان في باركود بيتلزق على العينه عشان يمنع اختلاط العينات ببعض، لان من اكتر الاسباب اللي بتؤدي لاخطاء المعامل اللي هي بتبقى قبل التحليل نفسه، وانا بسحب العينه بالظبط. الاسم والشغلانه دي ممكن فعلا تعمل لخبطه، لكن تمام. لما بحط انا باركود انا بقلل خالص خالص هذه الاخطاء، وتقريبا بمنعها بنسبه 100%. يعني بيبقى كل مريض مثلا برقمه، قصد حضرتك فده برقم الامان. وباركود، عارفه حاجه زي اللي هو بتاع سوبر خطوط، لا يمكن تتكرر. أيوه. لا يمكن تختلط، لان ممكن الارقام التليفونات تبقى شبه بعض، اسامي شبه بعض. صحيح. لكن الباركود
بنسبة 100% مفيش لخبطة. تمام أنا حتى لما بدخلها على الجهاز بعد كده مفيش بقى أي تدخل آدمي، ما مش بدخل اسم تاني وكده، لا هو بالباركود بيعرف طلع لي النتيجة. تمام وبعد كده الدكتور لازم كمان يعقل النتيجة، هو مش مجرد أرقام وخلاص، الدكتور اللي عنده المعلومات الإكلينيكية هو ده اللي بيقول في الآخر النتيجة صح أو غلط. أو غلط، بيصدق بالظبط عليها يعني بالظبط. بيأكدها. فطبعا انا تمام كمان لما اروح وعندي اي استفسار طبي، لما الاقي الطبيب موجود ده هيثبت لي تمام ويطمني اكتر ان هو المعمل ده بيحافظ على كل عوامل الدقه في وإن التحاليل. النتيجة أكيد 100% بالظبط. بإذن الله. طب أسمع برضو عن موضوع الكيماويات اللي بتستخدم، اه طبعا. إن ممكن بتبقى أنواع مختلفة، اه فده اللي بيفرق معمل إن معمل يكون أسعاره مثلا كويسة، ولا اه أنا بقول غلط إن أسعاره تبقى صح. كويسة وأسعاره متوسطة أسعار، هل اه دي بتفرق؟ تفرق في بتفرق جدا. النتيجة؟ اه لان من ضمن العوامل برضو العيان او الشخص المتردد على المعمل بيفضلها ان طبعا تحليل يبقى ارخص. طبعا كلنا في ظل الغلاء شويه عايزين بيدور احنا على، ايوه دي على حقيقة، الارخص، ده دي طبيعي حقيقة، يعني. دي حقيقة. بس انا عايزه برضو اقول انه لما بندور على الارخص ساعات برضو هندور على الارخص في الكيماويات، فده صحيح. ممكن هو في الغالب مش هيعمل تاثير كبير، لكن لما تكون العينه مداها عالي جدا واطي جدا ممكن بقى الكيماويات المتوسطه الجوده دي ما ما تقدرش بتظهرش تلاحظ قوي. ما الحاجات دي. تظهرش قوي. لكن الشركات الكبيره بتبقى عامله هي لنفسها كمان كواليتي كنترول جامد جدا ورقابه رهيبه، وبيشتغلوا في التحاليل الطبيه بقالهم يعني عقود، فطبعا بيبقوا عاملين لنفسهم مراقبه شديده جدا للجوده بتاعتهم، بحيث ان النتائج بتاعتهم بتبقى دقيقه تقريبا بنسبه 100%. فده بيطمننا لما نستعمل هذه الانواع ان احنا بنبقى واثقين في التحليل، لان زي ما حضرتك عارفه ايوه نسبه التشخيص معتمد على التحليل بنسبه التحليل، اكتر ايوه من 60%، ده اكيد. يعني اكتر بكتير من اي حاجه تانية. تمام فان انا مش لا يمكن اضحي ان انا اخد اي ريسك زي ما بيقولوا ان انا اطلع نتيجه انا شاكه فيها او ان انا ممكن يكون مش فيها اي اكيدة قوي خالص، فيها ده مشكلة، دي مش مقبول عايزة تماما نتيجة تماما دقيقة تماما جدا عشان اقدر جدا. على اساسها امشي على علاج. فانا لما بستعمل الكيماويات الغاليه حتى لو التحليل اغلى شويه، بس طبعا ما بيبقاش اغلى قوي، لازم اراعي الموضوع ده. بس انا كده والله بوفر فعلا، على لان الاقل مش هعيده، مش هعيده على ومش الاقل هبقى مش هعيده، شاكه مش فيه هعطل نفسي، مش هيبقى بالظبط. فيه مجهود، مشكلة اه في حياة لان ده العيادة دي. بيكلف الجميع اموال اكتر. تمام، هنكمل كلامنا يا دكتورة ان شاء الله، بس نطلع فاصل ونرجع تاني ان ان شاء شاء الله. الله باذن الله. اتفضلي. اتفضل حضرتك. ورجعنا لكم تاني مع الدكتوره مي لسه منورانا. دكتوره انا مش ناسيه طبعا حضرتك استاذ مساعد تحاليل طبيه، أيوة. وانا مش هفوت الفرصه دي ان انا اسال حضرتك عن كل الحاجات اللي بتقلقنا يعني دايما. طبعا. دلوقتي احنا داخلين على فصل الشتاء، والمفروض يعني في زياده قوي احتمال ان احنا نجي لنا برد، يجي لنا انفلونزا. بنسمع بقى ان الادوار دي دلوقتي زياده، ما تقول لك دور البرد منتشر جامد جدا او بيتمكن من الانسان جامد جدا بسبب نقص المناعه، فده او بيخلينا عرضه للامراض عموما. بس انا يعني عايز اسال حضرتك عن الموضوع البرد بالذات يعني لان هو المنتشر، بس عايز اعرف الاول من حضرتك يعني ايه جهاز مناعه الاول؟ مهم جدا. انت عارفه تخصصي الدقيق في اي التحاليل هو في المناعه، المناعه، فانا ما انا مش مبسوطه مش انك هسيبك، انا مش سالتيني. هسيبك النهارده. ايوه. تمام هو الحقيقه احنا كل يوم جسمنا كلنا بيتعرض لكميه كبيره جدا من الجراثيم سواء بكتيريا او فيروسات، تمام فربنا عشان كده خلق لنا جيش كبير جدا من جهاز المناعه، عباره عن كرات دم بيضاء وعباره عن مواد اخرى تمام بتبقى عبارة عن حضرتك زي عساكر وضباط وأسلحة هي اللي بتموت الجراثيم سبحان اللي احنا مش الله. عايزينها تمام فعلا، وبينهم أجهزة بتوصل بينهم زي لاسلكية بتوصل بينهم ازاي يشتغلوا كلهم مع بعض في تناغم غريب ومعقد للغاية في نفس الوقت لحمايتنا لحمايتنا طبعا. سبحان الله. اه فعلا. تمام فيعني هنقسمهم لثلاث أنواع من المناعة. اول تمام حاجه اللي هي اسمها الانيت اللي هي على الفطره، لما البكتيريا او الفيروس او هذه الجرثومه تحاول تخش الجسم بيطلع لها انواع من خلايا الدم البيضاء عايزه تاكلها، تاكلها وتموتها وتخلص منها. تمام فدي اول حاجه خالص وبتاخد وقت قصير جدا. تمام ساعات ما بتقدرش انها تموت او تتخلص من كل هذه الجراثيم اللي احنا مش عايزينها، تمام ففي نوع تاني اسمه الادابتيف او اللي هي متكيفه شويه، دي نوع معقد اكتر من خلايا الدم البيضاء بتاخد وقت اطول شويه انها تشتغل، بس تمام فيها ميزه هايله جدا انها بتطلع لنا خلايا اسمها ميموري ذاكره،
بحيث انا لو اتعرضت لنفس الفيروس ده مره تانية مش تتصرف هعيا. معاه، تتصرف معاه، هي مع نفسها كده هتتصرف معاه من غير ما يجيلي الدور بتاعها الجامد. تمام. زي مثلا ما زمان كان بيجي لنا الحصبه وما بيجيلناش تاني. تمام. خلاص عندنا طب. خلايا ميموري جاهزه مش هيجي لنا المره التاني. وده الاساس اللي عملوا عليه التطعيمات. التطعيمات بيدونا تطعيم بيبقى زي ما يكون حصل التهاب بهذه الجرثومه، بس هم بيحفزوا تنشيط هذه الخلايا الذاكره عشان لما يجي المرض ما نعيش. طب. النوع الاخير بس عشان قبل حضرتك مسالي، تمام. الباسيف، لانها مهمه قوي. الباسيف دي اللي هي من الام للطفل. الام اثناء الحمل بتنقل الاجسام المضاده لطفلها سبحان الله من غير ما هو جهازه يعمل حاجه خالص. فشوفي قد ايه الام الله. بتدي من وهي لسه في بطنها. في بطنها صحيح. واول فتره اول كام يوم لما بترضعه لبنها تمام. اللي هو اول اللي هو اسمه كولاستروم ده بيبقى مليان اجسام مضاده عشان تحميه هو بيبي من اي التهابات ممكن تجيله. تمام. طيب انا مش هسال بس هطلع فاصل وهنرجع تاني. اتفضل. اتفضل حضرتك نطلع فاصل ان شاء الله. تمام. ورجعنا لكم تاني. احنا سالنا الدكتور قبل الفاصل يعني ايه جهاز مناعه، والدكتوره مشكوره شرحت لنا. دلوقتي بقى عايزين نعرف يا دكتور يعني ايه نقص مناعه؟ امتى اقول ان انا مناعتي قلت؟ تمام. هو الحقيقه انا بس عندي تعليق على كلمه نقص مناعه، لان زي ما شرحت لحضرتك هو ربنا مدينا كل انواع الخلايا دي الموجوده في جسمنا وما بتنقصش، لان نقصها بيؤدي لامراض جسيمه جدا. فالامراض دي الحمد لله انها مش عندنا، يعني هي بنسبها صغيره جدا جدا جدا. تمام. ساعات بتكون موجوده في اطفال مولودين كده فبيجي لهم دايما التهاب رئوي، خراريج كبيره وهكذا، فده مش موجود عندنا كلنا. تمام. ده اللي نقدر نقول عليه نقص مناعه. فدي امراض موجوده بينقص فيها نوع او اتنين من خلايا الدم البيضاء او من الميدياتورز او المواد اللي بتطلع منهم. في نوع تاني من نقص المناعه اللي هو بيبقى بسبب مثلا عيان بياخد كيموثيرابي اللي هو العلاج للسرطان، فده ممكن يكسر خلايا كتير من ضمنهم خلايا المناعه. طب اللي عندهم نقص مناعه فعلا دول بيبقى عندهم احتمال اكتر للالتهابات وللامراض اللي هي نتيجه الجراثيم بصوره جامده جدا، ممكن توصلهم بسرعه جدا لالتهاب رئوي ومحتاجه علاج سريع جدا، والا ممكن يتعرضوا لخطر كبير. تمام. فنقص المناعه ده بيتقال على دول، على الامراض دي اللي هي العنيفه الكبيرة. دي. أيوة. لكن احنا كلنا جهاز المناعه الحمد لله شغال كويس جدا طول الوقت، لكن احنا عايزين نقول ان ساعات بيجي لنا ادوار برد حد اكتر من حد وكده، لا ده هو بيبقى عايزين نحفز هذه الخلايا، الخلايا موجوده وبتشتغل بس احنا عايزين نحفز تشغيلها احسن من كده. طيب. ازاي نحفز تشغيلها؟ ان احنا يبقى عندنا جود لايف ستايل. اللي هو ايه بقى جود لايف ستايل ده؟ ان احنا ناكل كويس وننام كويس ونعمل رياضه لو حتى بسيطه زي رياضه المشي، وان احنا نبطل الحاجات اللي ممكن تصيبنا بهذه ما تحفزش جهاز المناعه. معلش يعني بالراحه كده يا دكتوره عليا. دلوقتي يعني انا اقدر احط اللي حضرتك قلتيه ده تحت كلمه او تحت سؤال ايه اللي يزود مناعتي؟ اللي يزود المناعه بقى ماشي. او عايزه ازود ولادي او عايزه بالزبط. عايزه ازود مناعتي. اعمل ايه؟ انام كويس. النوم. النوم مهم مهمة. جدا لو ان الناس اللي بتنام اقل من 7 لـ 8 ساعات في اليوم، فاكره لما قلت لك الاجهزه اللاسلكيه بين العساكر والضباط. أيوة. دي بتقل جدا. تمام. فحتى لو الخلايا موجوده وبتشتغل كويس بس هي مش عارفه تتناغم مع بعض الهرموني التناغم اللي احنا قلنا عليه، فبيقل تاثيرها، تاثير شغل هذه الخلايا. تمام. فممكن يبقى عرضه اكتر لامراض. تمام. طيب الاكل طبعا، كل ما انا زودت فيتامينات معينه زي طبعا كلنا عارفين فيتامين سي، وفيتامين سي لازم اخده باستمرار. تمام. لان هو نوع من انواع الفيتامينات اللي هو اسمه ووتر سوليبل، بيدوب في الميه فالجسم بيتخلص منه بسرعه. تمام. يبقى انا لازم اكله كل يوم، موجود في سلطه، موجود في كوبايه عصير ليمون، اعصر ليمون على شويه عسل حتى لو انا ما بحبش حاجات طبيعيه عصير. يعني مش شرط ان انا اخد فيتامين سي ادويه. مش شرط. لو انا باخد في الاكل اللي يكفيني مش شرط ان انا اخد ادويه. وحابه كمان اقول بالنسبه للفيتامينات والادويه، الناس بقت تاخدها كتير، هم يدوروا على اللي هي المالتي فيتامين اللي هي بيبقى الكبسوله فيها فيتامينات كتير مع بعض، واشوف ايه اللي انا محتاجاه واخده. لكن حاجة. لما يكون فيتامين واحد بس لا، ده لازم يكون تحت اشراف طبيب. لان كثره الفيتامينات لو خدتها بدوز عاليه ممكن زي ما هي بتفيدني لا ممكن تضرني. طيب ايه تاني في الاكل برضو ممكن احب ازوده؟ الزنك ده مهم، موجود في السبانخ، مهم برضو. تمام. لتحفيز جهاز المناعة او للشغل بتاعها انها تقدر تعمل شغلها على اكمل وجه. تمام.
فدي من الحاجات المهمه. وطبعا فيتامين دي اللي هو موضه جدا كل دلوقتي. الناس ناقص فيتامين دي ويبقى حكايه فانا يعني. الحمد لله ربنا انعم الحمد علينا لله يا بالشمس الجميله طول السنه تقريبا، فاحنا غالبا ما عندناش. لكن اللي شاكك ان هو عنده خمول وتعبان شويه ممكن يحلل يشوف عنده الليفل بتاع فيتامين دي عشان اخد الدوز او الجرعه المظبوطه، ما اخدش حاجه اكتر وما ولا اخدش حاجة حاجه اقل. أقل وهو تمام. برضو موجود في في بعض الاسماك وفي البيض، يعني لو انا باكل الحاجات دي باستمرار غالبا ان شاء الله مش مش هيبقى هيكون عندي عندي نقص منها. يبقى كده حضرتك مشكله. قلتي النوم والأكل والاكل والاكسرسايز اللي هو المشي بسيط، حاجه بسيطه دايما تمام الدوره الدمويه تبقى جاهزه، لان عارفه حضرتك خلايا الدم موجوده، البيضه موجوده في الدم، تمام فهي دي ان انا دايما بحفزها انها تشتغل وتوصل للاماكن اللي انا عايزاها. في حاجه بقى تمام مهمه جدا ان انا امنع بقى احتمالات الجراثيم انها تجيلي، اغسل ايدي هاند ووش مهم جدا، ده بيمنع اكتر من 40% من الالتهابات اللي ممكن تحصل في الجهاز التنفسي، واكتر من 50% من الالتهابات اللي ممكن تحصل للجهاز الهضمي. فانا لو انا حتى تعرضت للجراثيم نتيجه ان انا مسكت حاجه عليها جرثومه ولا واتيفر، هغسل ايدي غالبا ان انا هتخلص منها حاجه بسيطه. حاجة بسيطة ان نعتبرها انا برضو من ضمن الحاجات اللي بتزود المناعة ان انا اغسل مهمه ايدي، جدا بتحافظني بطريقه بتحافظ اندايركت لي ان انا ما على اتعرضش للمشكله اساسا. تمام ان انا مثلا برضو لما اكون اماكن زحمه قوي بحاول اقل ان انا اروح، لو مثلا انا عارفه في ساعات يبقى في تخفيضات والمولات زحمه جدا وكده، بس ايوه بجد ساعات بنلاقي كتير بعدها ان الناس عيت، بتاعية دي حقيقة بالذات بقى لو ست حامل او اطفال صغيرين، لا ما يستحبش بقى خالص وجودهم في الاماكن الزحمه، يحاولوا ان هم يقللوا يعني من تواجدهم في الاماكن المزدحمه. تمام. طب انا بسمع كمان ان من اسباب نقص المناعه التدخين، ده صح ولا معلوماتي طبعا غلط؟ التدخين بيقلل لان هو بيضر بالخلايا الجهاز التنفسي، فبيخليها عرضه اكتر انها ما تستجبش للاسلحه اللي احنا قلنا عليها ايوه دي، نمره واحد. نمره اتنين بيعمل لخبطه كمان في جهاز المناعه. جهاز المناعه زي ما هو مفيد ضد الجراثيم والميكروبات اللي انا مش عايزاها، بس لو هو اشتغل ضد جسم الانسان هيعمل امراض تانية زي الروماتويد. هو ده ممكن يشتغل ضد جسم الإنسان؟ حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز او مناعه ذاتيه بقى ضد جسم الانسان، سلسله كبيره جدا من الامراض، والله نحب نتكلم والله عليها مره تانية إن علشان شاء اللي الله. هي موضوع لوحده قائم بذاته. بس التدخين بالذات ثبت فعلا ان هو علاقته بمرض الروماتويد. الروماتويد ده جهاز المناعه بيكون اجسام مضاده وبيكون خلايا ضد المفاصل، فالمفاصل يا نهار أبيض. بتتكسر. لقوا ان في علاقه كبيره جدا ما بين التدخين والروماتويد والروماتويد ارترايتس. فهو مش بس بيقلل، ده كمان بيبوظ عارفه البالانس، الميزان اللي ربنا حاطه، سبحان الله. ان انا اشغل اجهزتي كويس، خلايا بتاعتي تشتغل مظبوط من غير ما تضرني. بيبوظ المنظومة كلها، مش مسألة اللي بيبوظ بيأثر على المنظومه. الصدر بس، يعني كنت بسمع اللي لا بيأثر على الرئة. طبعا هو بيأثر على الرئه، وطبعا ايوه يعني معروف كده سببه. العملية ان لها مدى كبير يعني. معروف ان هو بسبب السرطان، لكن تمام كمان في موضوع المناعه ده بيبوظ الميزان اللي احنا تمام ربنا عامله علشان ما نضرش بيه الجسم، جهاز المناعه ما يضرش الجسم. تمام احنا كده عرفنا من حضرتك يعني ايه جهاز مناعه ويعني ايه نقص مناعه وازاي نزود المناعه. طيب انا عايزه اتاكد في تحاليل معينه ممكن اعملها اتاكد بيها ان جهاز المناعه عندي سليم مظبوط. او ان انا يعني في ليفل معقول. احنا كلنا الحمد لله اصحاء وجهاز المناعه بتاعنا شغال، فهو تحليل بسيط جدا ان احنا نعمل صوره دم كامله. صورة دم كاملة هتوريني أنا كرات الدم البيضاء عندي كميتها قد إيه، وفيها طبعا نورمال رينج من 4 ل 11، فبتأكد إن أنا عندي مظبوطة. تمام بشوف أنواعها كمان، أنواعهم البرسنت بتاعتها أو نسبتها موجودة في الدم قد إيه. أنا حتى لو تعبان هي ممكن برضو تقول لي معلومة، هل الالتهاب اللي عندي ده التهاب بكتيري فآخد ليه مضاد حيوي، ولا التهاب فيروسي فانا مش محتاج دلوقتي اخد مضاد حيوي. فده برضو معلومه مهمه جدا عشان نقلل استخدام المضادات المضادات الحيويه اللي الحيوية. ملهاش لازمه، لان انا عارفه أيوة يعني في بعض الناس خليها بعض بلاش كتير بتاخد من أي الناس مضاد حيوي بتقابله دي حقيقة. اي دور سخونيه او برد او كده بتروح على طول على مضاد حيوي عشان تاثر الدور وكده. هو صحيح يعني ممكن يكون هي محتاجه والشخص ده محتاج، ممكن لا، تمام لكن التحليل ده هيأكد لنا لو هو محتاجة تاخد مضاد حيوي ولا مش محتاج، لأن تمام المضاد الحيوي أخده كتير حتى لو مضرش البني آدم ساعتها، لكن هيضر المجتمع كله بعد شوية لما البكتيريا تحفظه قوي 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 ومتستجبش ليه في المستقبل، فده هيضر المجتمع وإحنا
عايزين نبتدي نفكر اكتر بقى في ان احنا نفكر في المجتمع كله اكتر ما انا افكر في نفسي بس دلوقتي. نمشي بخطى سليمة يعني نفكر بالظبط بكده. تمام ده لو ادوار بارده عاديه انسان طبيعي مفيش مشكله، لكن لو تمام بقى ادوار متكرره جدا زي ما قلت لحضرتك في ناس عندها حقيقي نقص مناعه او حد كان بياخد علاج للسرطان او كده، لا في تحاليل تانية برضو كتير ان انا اشوف الاجسام المضاده عندي نسبها مظبوطه ولا قليله، ان انا أيوة. اشوف انواع خلايا زي يعني بالظبط بالظبط بالارقام هل هي نسبها مظبوطه ولا قليله، في كمان حاجه اسمها الكومبلمنت اشوفه هل هو قليل ولا لا، يعني سلسله بقى كبيره جدا على حسب التطور المرض هو أيوة. بيجي كل قد ايه، السن المريض قد ايه، بيبقى بقى تمام طبيب المعمل مع طبيب المعالج مع بعض كده بيقرروا التحاليل المطلوب. تمام في النهاية بقى يا دكتورة، معمل طيبة ممكن يقدم عرض لمشاهدي أستاذ في الطب، اه طبعا يعني اللي يجي كده المعمل يقول احنا شفنا برنامج أستاذ في الطب اه فعايزين عرض، العرض أو الفصل. اه هو يعني لاحظنا الحقيقه انه في ناس كتير بتشتكي من اعراض خاصه بالمعده، منها الانتفاخ، منها ان هم يكون عندهم قيء او احساس بالقيء عارفه زي ما غمامان، تمام وعند اي اكل بيحصل تعب، فمن اسباب مهمه قوي في بكتيريا اسمها البكتيريا المعده او البكتيريا الحلزونيه تمام لقوها من ضمن اسباب ممكن تعمل تقرحات في المعده، فهنعمل المعمل مقدم تخفيض 20% للي تمام هيتفرج على المعمل ويجي يقول لنا. تمام اللي هيتفرج على البرنامج استاذ في الطب بالخصم 20% ان بالظبط شاء الله، وان شاء الله يكون لنا حلقات تانية نكمل بقى اكيد المواضيع كلها باذن الله. ان شاء الله. بنشكرك جدا يا دكتوره، سي كنت اوي منورانا دكتوره مي الشريف، كانت منورانا النهارده وهتنورنا كل جمعه ان شاء الله نتكلم عن مواضيع تانية. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. شكرا ليكم، كنت معكم ايناس كامل. شكرا.